عايز اتكلم عن موسيماني، لان عايزين نفرد له طبعا ونستغل وجود حضرتك، نفرد له مساحه في الفقره دي اكيد، لانه الحدث الابرز في النادي الاهلي، لكن الحدث برضو اللي بيفرد نفسه النهارده. من شويه كانوا بيتكلموا يمكن في الفقره الحواريه مع استاذ جمال الزهيري ومحمد القوسي موضوع الحكام يا كابتن، وحضرتك يمكن كنا بنقول دلوقتي في الانترو انه حضرتك رأست اتحاد الكوره في فتره من الفترات المهمه. ازاي اتحاد الكوره اللي بيرسخ للمبادئ وبيعلي نشوف الموقف اللي حصل ده النهارده من شويه في الملعب ما بين فرجاني ساسي والحكم، الحكم المباراه اسمه ايه؟ امين عمر. ازاي حضرتك شفت الموقف ده ازاي النهارده؟ يعني مش عايز اقصوا على الاتحاد الموجود دلوقتي قوي، لان هم امكانياتهم كده الحقيقه، يعني هم يعني متواجدين بشكل مؤقت، بس بشكل مؤقت ده طال جدا، يعني طال جدا، طال اكثر مما ينبغي. نعم. واحنا مستسلمين لان الفيفا بتعين، الفيفا تعرف دول منين؟ اذا كنا احنا في مصر ما كناش عارفينهم، يبقى الفيفا عارفاهم منين؟ طبعا بيطلع لهم ترشيح من هنا، وبيبقى في اتصالات علشان وات ايفر، يعني الناس هنقول ليهم وعليهم، لكن ليه الاستمرار ده؟ ليه ما نرجعش للشرعيه؟ ليه ما نرجعش للجمعيه العموميه؟ ونصوب الجمعيه العموميه زي الجمعيه العموميه، احنا شايفين الجمعيه العموميه محتاجه ان احنا نستبعد منها مثلا انديه الدرجه الثالثه هنيجي لحضرتك الانتخابات والحاجات دي. لو يعني الجمعيه العموميه موجوده كانت هتفرق في هيبه الحكام في مصر. يعني النهارده ده انا بشوف انا اتفضل. لا بص، لا هو الجمعيه العموميه علشان تجيب مجلس اداره. أيوة. مجلس عشان الانتخابات، عشان تجيب انتخابات مظبوط. ايوه، عشان مجلس الاداره يعمل بقى، هو اللي بيشكل اللجان. نعم، اللجان اللي هي منها لجنه التحكيم. دلوقتي في الدنيا، التقدم في الدنيا كلها، مفيش حاجه اسمها لجنه حكام في اتحاد الكوره. في اتحاد حكام مستقل تماما عن مجلس اداره الاتحاد. اتحاد للحكام. هذا الاتحاد اللي بينتخبه الحكام، منفصل عن الاتحاد، منفصل عن الاتحاد. استقلال القضاء. حضرتك بتتكلم من ده مطبق في الدوري الانجليزي اعتقد، مطبق في الدوريات الاوروبيه كلها، لان ده دي رولز بتاعه الاتحاد الاوروبي. طب لو حضرتك ما رئيس الاتحاد دلوقتي او رئيس اللجنه زي ما بنقول او مسؤول دلوقتي، حضرتك بالنسبه للي حصل النهارده، بالنسبه للمنظر، وانا بتكلم دايما المنظر عامه، اي منظر سيء بيسيء للكره المصريه وبيسيء للدوري المصري ايا كان، اذا كان لاعب زمالك، اهلي، اسماعيلي، احنا دايما بنحط نقط فوق الحروف لما بنشوف حاجه غلط بنتكلم عليها. كان هيبقى قرارك ايه في موقف زي ده، ان لعيب ممكن يعتدي على الحكم، او ممكن اذا كان بلفظ او بيمد ايديه على حكم او شوف، عشان مساله الاهلي والزمالك، وانا مسؤول مثلا في الاتحاد وانا اهلي، واللي ارتكب الخطا ده زمالك. فانا هبعت للفيفا اقول لهم عندي واحد ضرب حكم، اعمل فيه ايه؟ قالوا لي اشطبه، هشطبه. وهو يشطب شد. لا، اللي قريته قبل ما ادخل ان العقوبه النهارده بيتحدث عنها البعض، وقوفه 8 مباريات. شوف يعني انا ما بتكلمش على عندنا ما يحدث في مصر. انا فاهمه بس النهارده حتى لو العقوبه دي تم تطبيقها، الكلام الكتير اللي بيتقال انه ممكن يتوقف 8 مباريات، هل دي ممكن تكون عقوبه كافيه؟ يعني انا بعد كده خلاص هضرب الحكم واخد 8 ماتشات. ايه 8 ماتشات يعني؟ كل ماتش اضرب لي حكم، خلي اللعيب عندي يضرب حكم وياخد 8 ماتشات. ايه دي؟ جريمه فظيعه جدا. يعني سب دفع الحكم بس كده، دي او لمسه حتى، او لمسه انتشابل، الحكم ده لا يلمس. فانا بضرب الحكم، وبعدين انا كمان مش مصري صح، ولازم يبقى عندي لياقه واحافظ على ان انا راجل ضيف. ما انت جاي ضيف وبتضرب الرمز اللي عندي كمان، ده انا اطردك، الغي اقامتك. قاضي الملاهي لو احنا يعني بنحافظ على كرامتنا يعني.